وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن من موسكو مراسلتنا ريج محمد، وأيضا تنضم إلينا من باريس مراسلتنا عز غريبة. أهلا بكم. دعيني أبدأ معك يا ريج. إذا شركة غازبروم ما زالت مستمرة في وقف امدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم من المفترض حتى اليوم، ولكن هل من خطط لتمديد توقف امدادات الغاز؟ داليا، كما أعلنت شركة غازبروم فهي ستقطع هذه الإمدادات من 31 من أغسطس آب المنصرم وحتى 3 من أيلول سبتمبر لدواعي الصيانة التي تجريها بنفسها بشكل مختزل وفق جدول زمني مختصر كما تقول، وذلك لأنه لم يتبقى سوى هذا التوربين الوحيد الذي يعمل على طول خط أنابيب نورد ستريم 1، والذي لا يمكن لخط الأنابيب أن يبقى فاعلا و يعمل بشكل سلس وطبيعي وآمن كما تقول الشركة وفق معايير الأمان والسلامة إلا بعد صيانته بشكل دوري، وهو ما تضطر لإجرائه بنفسها نظرا للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية، ولا سيما اليوم تتحدث غازبروم عن العقوبات البريطانية عليها فيما يتعلق بالشق البريطاني من شركة سيمنز، والتي تخشاها شركة غازبروم وتخشى وقعها، ولذلك تقوم بهذا الإجراء على أراضيها ومن تلقاء نفسها. كان هناك أيضا 4 توربينات احتفظت بها الشركة لم ترسلها إلى كندا، وكان هناك توربين لم تتلقاه بعد الانتهاء من صيانته في كندا لم يصل بعد إلى هذه الشركة أيضا بسبب هذه العقوبات ووقعها. طبعا في معرض ما تقوله وتتحدث عنه غازبروم، هي لا تخطط لأي تمديد لإيقاف إمدادات الغاز بعد 3 من أيلول سبتمبر على الأقل حتى تاريخه حتى الوقت الراهن، وأيضا هي لا تتحدث عن أي أسباب سياسية تعوق ضخ الغاز بشكله الطبيعي أو بنسبة 100% بأكثر من 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى الدول الأوروبية. طبعا كان هناك تخفيض كبير لم تتجاوز نسبته سوى 20% من مجمل ما يمكن أن يضخه هذا خط الأنابيب، وذلك بسبب العقوبات التي تتحدث عنها ليس فقط هذه الشركة وإنما أيضا جهات حكومية ورسمية روسية. تفضل بقى معنا ريج. ننتقل الآن إلى عزة. عزة أهلا بك معنا. يبدو بأن باريس أيضا تتحضر لكل السيناريوهات المتوقعة خلال فصل الشتاء بشأن أزمة الطاقة. نتحدث اليوم عن أول اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس ماكرون يعقد في باريس في قصر الإليزيه. المزيد معك. أول اجتماع لمجلس الدفاع الذي يبحث عادة الأزمات الأمنية، ولكن اليوم هو يبحث أزمة الطاقة، هو الاجتماع الأول، ولكن هنا لا يتوقع بأن يكون الاجتماع الأخير داليا، وهذا يعكس أهمية هذا الموضوع في فرنسا خاصة بعد قرار غازبروم قطع إمدادات الغاز عن فرنسا. رئيسة شركة إنجي للغاز وهي أكبر شركة للغاز في فرنسا قالت صباح هذا اليوم بأن فرنسا لديها إمدادات للغاز تكفيها لفصل الشتاء، وهي قد أمنت هذه الإمدادات بشكل كبير، ولكن المشكلة هي في التضامن الأوروبي، أي أن فرنسا هي مجبرة لإعطاء دول أخرى كألمانيا مثلا الغاز إذا ما احتاجت إلى ذلك، وبالتالي على فرنسا أن تؤمن إمداداتها وإمدادات دول أوروبية أخرى ضمن مبدأ التضامن. في الوقت نفسه هناك طلب من الشركات ومن الأفراد بالتقشف في استهلاك الغاز والكهرباء وخفض الاستهلاك بنسبة 10% في الفترة المقبلة عبر تخفيض درجة حرارة الغرف مثلا، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات قد تصل إلى قطع الكهرباء والغاز في فرنسا. شكرا لك مراسلتنا عزة غريبة كانت معنا من باريس، والشكر موصول أيضا لمراسلتنا ريج محمد كانت معنا من موسكو.